الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة النفط إجمالي إيرادات العراق من بيع النفط خلال الربع الأول من عام 2022، وقالت الوزارة إن إيرادات شهر كانون الثاني بلغت 8,322,679,000 دولار، في حين بلغت إيرادات شهر شباط 8,540,000,000 دولار. ومقابل هذه المكاسب المالية الكبيرة من النفط، لا يزال مستوى الفقر مرتفعاً مع زيادة نسبة البطالة وغياب فرص العمل وتحول ثروات البلاد إلى مصدر لزيادة أموال رؤساء الأحزاب والميليشيات. أغلقت بورصات النفط العالمية على مكاسب أسبوعية كبيرة بعد ارتفاعها في آخر جلسة لها يوم الجمعة، وأغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بمقدار 2.54 ليصل إلى 107 دولارات، فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة له على ارتفاع بمقدار دولارين ليصل إلى 119 دولاراً. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بمقدار 98 سنتاً ليصل إلى 115 دولاراً للبرميل. وارتفعت أسعار النفط بعد أن تلقت الأسعار دعماً من الطلب العالمي القوي على القيود، حيث تجاوزت العقود الآجلة للبنزين وزيت التدفئة أسعار النفط الخام هذا العام. أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن قيام قسم التحري ومكافحة التهريب في جمرك المنطقة الشمالية بمحافظة البصرة بضبط 4 شاحنات تحمل مواد ممنوعة. وأشارت هيئة الجمارك إلى أن الشحنة تحوي أجزاء معمل وقبان جسري للسيارات ومصاعد للأشخاص والبضائع ومعملا لغسل الحصى والرمل، لكونها مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد. أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية رفع سعر ربطة الخبز في وقت واصلت فيه الليرة اللبنانية هبوطها أمام الدولار في السوق السوداء لتسجل أدنى مستوياتها عند 37,700 ليرة للدولار الواحد. وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز ب 9,000 ليرة للقياس الصغير و 15,000 ليرة للوسط، وقالت إن التسعيرة الجديدة سببها الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار والمحروقات التي تؤثر مباشرة في سعر إنتاج الطحين وفي كلفة إنتاج ربطة الخبز والنقل، إلى جانب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا. قالت وزارة التجارة الأمريكية إن الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي زاد بنسبة 0.9% الشهر الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن خبراء أن الاتفاق الاستهلاكي سيرتفع بنسبة 0.7% فيما يتم دعم الإنفاق من خلال مكاسب قوية في الأجور مع تدافع الشركات لملء 11 مليون فرصة عمل قياسية بحلول نهاية شهر آذار. وأدى موقف السياسة النقدية المتشدد للاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يكافح فيه لقمع التضخم المرتفع وإعادته إلى هدفه البالغ 2%، أدى إلى إثارة المخاوف من الركود، ما أدى إلى عمليات بيع للأسهم وارتفاع في عوائد سندات الخزانة والدولار. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.